عملية إخراج كما تلاحظون هذا من ترقيد هوائي، لاحظ نسبة التقذير فيها. قم بعملية الآن إخراجه ووضعه في الأصيص لهذه الشتلات. هذه تقريبا 25 يوم من عملية الترقيد لها، ترقيد هوائي. طبعا الترقيد الهوائي ميزته أفضل عن التعقيل وعن كذلك الترقيد الأرضي، يتميز بميزات كثيرة جدا. دعني أنا أقول بعض الميزات. يعني أول ميزة أن الترقيد الهوائي يعني نسبة نجاحه عالية جدا، ما مثل العقل فنسبة نجاحها تنخفض قليلا عن وتفرق عن الترقيد الهوائي. هذا واحد. اثنين، في الترقيد الهوائي بإمكاني أخذ أي غصن. شوف هذا طول الغصن تقريبا، لأن دعنا نقول يعني قريب المتر، ممكن أخذ حتى مترين حتى 3 أمتار حسب رغبتي أنا في الترقيد. هذا غصن آخر، لاحظ كيف طوله كيف كثافته. أيضا اللي يميز أنا ممكن أشل غصن مثمر مثل هذا خلاص بثمرته وهو يواصل، فهذا ميزة الترقيد الهوائي. إحدى الميزات أني أنا ممكن أشل بثمرته، يعني أكل من الشجرة في أسرع وقت ممكن، لأنها يتكمل حياتها على حسب العمر اللي موجود في الشجرة الأم الأصلية. شوفوا ما شاء الله نسبة التقذير فيها. طبعا عند عملية إخراج هذه الغصن، لو فقدت تربة ما مشكلة، بس حاول قدر الاستطاعة أنك لا تفقد أي جذور، قدر الاستطاعة لا تفقد أي جذور. أما التربة إذا فقدتها ما شيء إشكالية، لأنك راح تعوضها أنت بتربة أخرى. فعملية الإدخال أيضا شيء، هنا نقطة أحب أقولها دائما، إحنا قمنا بعملية قص للحاء الساق هذا من هنا. عملية إخراج الجذور تكون من أعلى القص دائما من هنا، يعني هذه القطعة اللي تلاحظوها، هذه القطعة هذا ما منها فائدة. حتى لو قمتنا بعملية قصة خلاص هذه مع الوقت رايحة تموت، هذه لا يصلها أي غذاء خلاص، لأن عملية التقذير أصبحت من أعلى المنطقة اللي شلينا منها اللحاء. واضح وصل التقذير من وين بدأ، واضح. نقوم بعملية إدخالها في أصيص زراعي. يفضل أني وضعت التربة في الأول في داخل الأصيص حتى الجذور تمتد بشكل كبير للأسفل، ثم أقوم بعملية إدخالها، أتحاول في وسط الأصيص، ثم عملية تعبيتها بالتراب إن شاء الله أو بالتربة. أنا أستخدم هذه التربة، تربة الزهور الكومبوست من إحدى الشركات مثل هذه، ليست دعاية لها ولكن أنا أستخدمها، حقيقة الأمر أراها أنها ناجحة بنسبة كبيرة. خلاص قمت بعملية وضع تربة الكومبوست. يفضل الكومبوست لا تضيف لأي حاجة، فقط الكومبوست. البعض يضيف البرلايت ما شابه ذلك، رمل، أنا أفضل فقط أن تضع فقط الكومبوست، فتجد إن شاء الله سريعة في عملية التقذير وما شابه ذلك. أيضا ألاحظ فيه هنا عندي عملية ذبول بعد القطع، في عندي عملية ذبول. عشان أتخلص من عملية الذبول هذه عندي عدة طرق. واحدة من الطرق أني أقوم بعملية خف للمجموع الخضري فيها حتى يتوازن عندي المجموع الجذري مع المجموع الخضري. عادي أخف حتى لو أزلت جميع الأوراق، ما عندي إشكالية بهذا الطريقة. الشيء الآخر رايح أعطيها ماي الآن ورايح أحطها في ظل. لو كنت عندي حضانة ودخلتها في حضانة إن شاء الله تروح تكون أحسن بدون ما أقوم بعملية خف المجموع الخضري. قمت الآن بعملية ريها بالماء، ري يعني ري مجزي، ري كبير جدا بالماء، أرويها تماما تمام، ثم رايح أحطها إن شاء الله بعد في ظل، لأن ما زالت كما تلاحظون الذبول موجود فيها، فإن شاء الله راح تتراجع وراح تقوم بعملية الامتصاص المواد الغذائية والماء والأملاح المعدنية عن طريق الجذور إن شاء الله الجديدة. بارك الله لكم وجزاكم الله ألف خير.